على الموقف. معنا اليوم المجموعة الثانية مع المتسابق الأول خالد حزام الودعاني. حياك الله أخوي خالد. حياك الله. جاهز نشوف المقطع؟ جاهز. توكلنا على الله. من هالأطفال؟ سبحان الله. من هالأطفال؟ ها؟ ها؟ مش هنبدا. من هالأطفال؟ من هالأطفال؟ من هالأطفال؟ خلا 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 من هالأطفال؟ نبدأ. مش ترخوا. ابعد. لا خلاص زفت. أنا لأن هذا أنا ما بقال. طب ادرج وراه. طب اتوسخ. لا تعيد. خلاص. لا تعيد. خلاص زفت خلاص خلاص. يا رجال ابعد. لا تضرب على راسه يا حبيبي. قوم ها. هذه هات هات. تبي مقالب الحين فاصلين. يا رجال قم قم. يا ولد ادرج وراك يا ولد تعال العب معنا تك ابو علي بعدين راس قع راسك كذا اذا ما عرفت تلعب ريان هات تسحل على ده ريان ايش هذا شوبه 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 قم اركب اركب يا اخي نفسيه راح خفيف لا 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 اركب والله العظيم بمشيك شوي احتاج لا لا اصبر اركب انا لا لا ما نفع نفسيه يعني اقعد انت والله ولد 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 ايش في ايش في ايش في اوصلك من اليوم ترى قعدنا نلعب خلاص طيب خلاص قعدنا نلعب ها خلاص يا ولد قعدنا نلعب هات تسحل هات تسحل قعدنا نلعب هات تسحل يلا وقف وقف لا في ثمتين قاعد نمزح ايش المشكله لا اقسم بجلال اني اتكلم وقف دقيقه يا اخوي ايش المشكله خلاص وش المشكله وقف لا بلا بلا دقيقه والله ما امسكه يا شباب انا والله ما امسك ابو علي بالله ما امسك ابو علي ايش كلام اقول لك بقول لك ايش المشكله دقيقه جالين داخل صاله ما بعد دقيقه لا لا والله ما في دقيقه دقيقه لا صاله كل شيء سياره بعد ارحم والديك يا ولد والله ما مدي دي عليه يا ولد يا ولد احنا اخوان ايش اخوان ما اخوان يا ولد يا طلق ما مدي يدي عليه انا ما مدي يدي انا اوصلك اكثر من مره طيب حتى ابو سحلات مديك وجهك اكسده وجهك اكسده لا 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 سعد لا 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 سعد 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 شفنا المقطع يا خالد تعليقك على المقطع والله انا اشوف انه غلط مده اليدين المزح باليدين انه مو بزين واخر شيء طلعوا بشخصيه غير لائقه ضرب باليدين بينهم والله طيب ممكن نشوف خالد يمزح مع اخوياه في البرنامج القادم مزح من باب الاحترام والادب واللي ما هي بتوصل ان يشاهدونا ملايين منا برا البرنامج في استراحه الحالنا طيب بعضهم يقول يا اخي بيني وبين صاحبي ميانه بس ما هو قدام الشاشه يعني قدام الشاشه بحدود الادب حدود الادب والاحترام لان يشاهدونك اطفال ويشاهدونك نسوان ويشاهدونك رجال كبار طيب لنفترض ان هذا مقلب مقلب ان كان مقلب والله ما ندري اذا كان مقلب انت تشوف انه صحي ولا لا؟ خاصه انه كان نهايه البث مقلب وشو؟ انه مقلب ونهايه البث يعني من بكره علموا انه مقلب يعني يبون الشو ما انا ادري ممكن عادي هذا ربي ربهم الله ما ادري عنه لكن اشوف انه خطا مده اليدين والضرب في الراس انه مو بزين طيب ممكن انه خالد بكره يجي يقول ودي اصنع شو الله انا اشوف ان الشو انه مو بزين خليك على طبيعتك واللي كاتبه الله بيصير سام واللي كاتبه الله بيصير الله الله يعطيك العافية أخوي خالد كفيت ووفيت معنا المتسابق الثاني اليزيد الدوسري حياك الله أخوي